من عزك قال لنا تحدث، هل يوجد سندال يتحدث؟ عندي عيون في المنطقة اللي هناك واللي هنا، في جميع الأركان نتحكم. أوتوغرافي على الشنطة فيدي تقولي ماستر بيس وسيبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي، عاملين؟ يا رب تكونوا بخير دايما. بعد غياب فترة كبيرة ما نزلتش اي فيديو خالص هنا على القناة، رجعت لكم تاني بشرح ترند جديد. الفيديو ده هيكون ترند اتطلب مني كتير في الفيديوهات اللي فاتت دي، زي ما انت شفت في اول الفيديو. لو عايز تعرف الشرح بطريقة سهلة وبسيطة كمل مع الفيديو للاخر. بس قبل ما نبدأ اي حاجة، ريت نصلي على النبي تحت في الكومنتات، ولايك للفيديو واشتراك في القناة عشان نرجع الريتش تاني. ويلا بينا نخش في الشرح على طول. اول حاجه هنفتح كاب كات، وده البرنامج اللي احنا هنشتغل عليه الفيديو بتاع النهارده. نخش على البرنامج كده ونرجع تاني على طول. واول ما البرنامج فتح معانا زي كده هيبقى فاتح معانا بالواجهه دي. لو عايزين المقطع على طول ابعتولي على الانستجرام، اللينك تحت في الوصف، هبعتلكم الموقع على طول بالثواني بتاعت الفيديو باللي انتوا عايزينه. اي حد عايز اي حاجه يبعتلي على الانستجرام هرد عليكم على طول. بعد ما اخترنا المقطع اللي زي كده هنبدأ ان احنا نضيف الصور كلها. هنضيف 5 صور وارجع لكم تاني على طول. بعد ما ضفنا ال5 صور زي كده نبدأ ان احنا نضيف الصوت اللي احنا عايزين نعمل عليه الفيديو، هضيفه وارجع لكم تاني. هندوس على اد اوديو وهنختار الفولدر ده. بعد ما ضفنا الصوت زي كده نبدأ ان احنا نظبط الثواني بتاعت الصور كلها مع الصوت مع كل حاجة في الفيديو، هضيفه وارجع لكم تاني على طول. وبس كده يا اخواتي، بعد ما ظبطنا الصوت بتاع الفيديو كله وظبطنا الثواني مع كل حاجه بالظبط، هنبدا ان احنا ندوس على الفاصل اللي بين كل صوره وصوره زي كده. وهنختار بلاك فيد دي ونحدد الكل وندوس نعم. كده يبقى كله فيه اللي هو ايه، الفاصل الاسود ده. عايزين نضيف الاهتزاز بتاع الصور كلها، ندوس على افكتس وبعد كده هنختار البيزك ده. هتلاقي في حاجة اسمها شيك اللي هي تهتزي. هتبدأ ان انت تبص على الفيديو واحدة واحدة عشان لو في اي حاجة عايز تعدلها هتعدلها، مفيش اي حاجة هتقوم حافظ الفيديو على طول. انا ببص كده بس كده بعد ما ظبطت انت كل حاجة زي كده، فقلت اكبر عشان ما يبقاش فيه حاجة سودة في الصور زي ما انت شايف كده. هعدلها زي كده واوريكم في اخر الفيديو. زي ما انت شايفين كده اخواتي، بعد ما عدلت كل الصور زي ما انت شايفين هنبدا ان احنا نشوف الفيديو. لو في اي حاجه عايزه تتعدل هنعدلها، مفيش اي حاجه هنسيب الفيديو على طول زي ما احنا عارفين طبعا الفيديو بيتسيب ازاي. وبس كده اخواتي، مفيش اي حاجه عايز تعدل هنسيب الفيديو على طول. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تدعمني بلايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد هنا ينزل على القناه. ولو عايزين اي شروحات تانية ياريت تكلمونا على الانستجرام، اللينك تحت في الوصف، او ابعتولي على التليجرام برضو، اللينك تحت في الوصف. لو في اي حاجة مش عارفينها ابعتولي على الانستجرام برضو. ويلا اتمنى الشرح يعجبكم، ولو في اي ترندات تانية عايزين شرحها اكتبولي تحت في الكومنتات. دي هتكون نتيجة شرح فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام. من عزك قال لنا تحدث، هل يوجد سندال يتحدث؟ عندي عيون في المنطقة اللي هناك واللي هنا، في جميع الأركان نتحكم. أوتوغرافي على الشنطة فيدي تقولي ماستر بيس وسيبك.